والدي متوفى، وقبل وفاته قام بتقسيم الحلال الذي يمتلكه لأبنائه الخمسة، وكان التقسيم نتيجة لنقاش هؤلاء الإخوة في المال، لأن بعض منهم غير متزوج، وكان قصد الوالد فض النقاش بينهم، ولكن لم يعطي بناته الاثنتين شيئا، علما بأنه احتفظ بجزء من المال لنفسه في حياته. وبعد وفاته رحمه الله قام الإخوة بتقسيم ما تبقى من المال للأخوات الاثنتين والوالدة، والأولاد لم يأخذوا منه شيئا ثانيا. السؤال: هل والدي كان آثما في حق بناته؟ وإذا كان كذلك والبنات طلبن من الله أن يغفر لوالدهن، هل عفو البنات يكفي؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض الأولاد دون بعض، لا يجوز أن يعطي الذكور ويحرم الإناث، بل واجب أن يعدل بين أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فما فعله هذا الوالد خطأ كبير يأثم بسببه. وأما أن البنات سمحن له بعد ذلك فهذا خير، وهن محسنات إلى والدهن، ونرجو أن الله يعفو عنه إذا سمحنا بحقهن. نعم.